في شارع القوتلي المعروف بالسوق الشرقي وسوق دوار الدلة في الرقة، يتجه سكان المدينة لشراء الأجبان والألبان. السمن العربي والقريشة وأنواع الجبن المملح والمشلل ولبن الأغنام والأبقار تتوزع في أنحائه لإغراء المارين. ورغم اشتهار الأطباق الرقاوية بما تحويه من السمن واللبن، فإن المبيعات قليلة في السوق. ارتفعت تكاليف الإنتاج والنقل وقاربت الأسعار أن تبلغ ضعف ما كانت عليه العام الماضي لبعض المنتجات. يضطر سكان الرقة اليوم إلى تحويل عاداتهم واستخدام السمن النباتي في وجباتهم بانتظار أن تفرج الأحوال وتعود ولائم الطيبين إلى مجدها القديم.